صباح الخير عليكم واهلا بكم يوم جديد من هذا الصباح معاكم ان شاء الله من دلوقتي وحتى العاشرة بتوقيت القاهرة. معنا مجموعة مهمة جدا من الفقرات، مجموعة من الاخبار المحلية والعربية والعالمية، بالاضافة لعدد كبير من الملفات المهمة هنفتحها مع ضيوفنا في استوديو هذا الصباح. صباح الخير يا صباح الخير صحة، صباح الخير لكل المشاهدين. بالتأكيد النهاردة الحدث الابرز يمكن على الساحة الإقليمية هو انطلاق أعمال القمة العربية في دورتها 28 اللي بتعقد في منطقة البحر الميت غرب العاصمة الأردنية عمان. الأنظار كلها تتجه إلى هذه القمة لبحث ملفات عديدة ومواجهة تحديات كثيرة جدا على الساحة العربية، فلسطين، العراق، واليمن، وسوريا، وليبيا، وغيرها من القضايا المختلفة، بالإضافة إلى التحدي الأبرز وهو تحدي الإرهاب. هيكون معنا حوار عن هذا الموضوع، لكن يمكن منظور اقتصادي في ظل مناقشة وزراء الاقتصاد العرب للملفات الاقتصادية الهامة لعرضها على القادة العرب في هذه القمة. طبعا منطقة التجارة حرة بينية لدعم هذه المنطقة، اتحاد جمركي عربي ايضا، وخاصة زي ما صرح الامين العام لجماعة الدول العربية ان التجارة البينية بين الدول العربية لا تتعدى 10%. هيحاولوا الفترة اللي جاية طبعا زيادة هذه النسبة. الامن المائي طبعا شيء مهم جدا هيناقش ايضا في هذه القمة، بالاضافة طبعا للملفات الخاصة بالامن القومي زي ما ذكر احمد قال انه كمان الارهاب من اهم الملفات اللي هتعرض على اجندة اعمال القمة. معنا كمان موضوع قرار الغاء نظام تعريب امتحانات بين وزارة التعليم ورفض اولياء الامور. هو تعريب الامتحانات للثانوية العامة كان في قرار من وزير التربية والتعليم انه المدارس اللغات اللي بتدرس بالانجلش مثلا فيها بعض المواد العربي زي مادة الجيولوجيا مثلا وعلوم البيئة هيمتحنوها بالانجلش برضو، فطبعا في مشكلة لأولياء الامور لان الكتب نازلة اوريدي بالعربي وهم متعودين يدرسوها بالعربي، فطبعا امتحانها بالانجلش هيبقى فيها مشكلة كبيرة. في بعض المواد تانية يعني مدارس الفرنش مثلا كمان هتدرس ده او هتمتحن ده باللغة الفرنسية. يمكن الموضوع ده كان عامل جدل كبير يسحر بين الطلاب واولياء الامور، وصل يمكن بعض يعني الخشوب والمظاهرات للطلاب والشكاوى من اولياء الامور. الموضوع وصل يمكن مجلس الشعب ومجلس الوزراء، كان في تضارب في القرارات حول هذا الموضوع. هو كان الدكتور هلال الشربيني وزير التعليم السابق اصدر قرار فعلا بالغاء التعريب، دلوقتي في قرار اخر يعني الموضوع ان هو يتم فعلا عمله بحيث يراعي مصلحه الطلاب واولياء الامور. طبعا لان الطالب بيذاكر باللغه العربيه مش هيقدر يتصعب عليه ان هو يمتحن الماده بالانجلش. طيب معانا كمان موضوعات اخرى هنشوفها في جولتنا الاخباريه اللي هتبدا بعد قليل، وفقراتنا الثابته دائما زي ما احنا متعودين في هذا الصباح من ابرزها فقره صاحبه الجلاله وقراءه في ابرز منشطات وعناوين واخبار الصحف المحليه الصادره صباح اليوم الاربعاء. كمان بعد الارتفاع في درجات الحراره اللي احنا حاسين بيه ده طبعا هنعرف اخبار الطقس ايه، وهل احنا عندنا القدره الفتره اللي جايه بقى نخفف ولا لسه في موجه برد ثانيه، هنعرف ده من خلال خبراء الارصاد الجويه، بالاضافه طبعا لحركه المرور عشان الناس طبعا اللي رايحه مدارسها دلوقتي ومدارسها تعرف الاماكن اللي فيها مشاكل في الطريق. وكمان معانا اخبار الرياضه واخبار الاقتصاد، كل ده معاكم في هذا الصباح. وجبه غذائيه صباحيه دسمه ان شاء الله تنال اعجابكم، خليكم معانا بعد قليل هنلتقي بكم والفقره الاخباريه في هذا الصباح.
صباح الخير عليكم جميعا، وحشتونا. احنا النهارده ما هنتكلم عن حاجه جديده جدا، موضه طالعه في البلد، طالعه في وسط الناس اللي هي بتحب تزيد في وزنها او حتى تقلل وزنها، هي الشوفان. الشوفان ده ناس كتير بتتكلم عنه، ناس كتير بتشتريه مش عارفه تعمل بيه ايه، مش عارفه ايه قيمته او ايه فايدته او ايه اهميه استخدام الشوفان في الانظمه الغذائيه. الشوفان من اكتر الحاجات اللي ممكن نستخدمها وقت الفطار، ليه استعمالات كتير قوي ممكن هنتكلم عنها دلوقتي، بس نفهم الاول ايه هو قيمه الشوفان. الشوفان ده حبوب خلاص، زيها زي القمح، زي الذره، زي، لكن الفكره ان الالياف اللي فيه كتير جدا او عاليه، ودي مفيده جدا في الامتصاص ويعني تحسين حركه الامعاء ومنع الامساك والمشاكل دي، اضافه ان في نسبه بسيطه من البروتين، والنسبه الاهم والاهم هي النسبه العاليه، في حاجه 20 جرام من الكربوهيدرات لكل جرام شوفان، ممكن توصل ل 30 و40 حسب نوع الشوفان. فانت يبقى الشوفان ده بالنسبه لك مصدر غني جدا للكربوهيدرات اللي هي المصدر الرئيسي للطاقه لجسم الانسان خاصه وقت الفطار. فتقدر تستخدم مثلا من 4 ل 5 معالي شوفان، يعني حوالي 100 ل 150 جرام شوفان يوميا في الفطار، هتديك مصدر هايل للطاقه عن طريق الكربوهيدرات اللي هي غنيه بها، اللي هي كربوهيدرات كمان صحيه. خلاص، طيب الناس اشترت الشوفان ومش عارفه تعمل بيه ايه. انا اكله ازاي يا فندم؟ انا جبت العلبه لقيت ان هو عباره عن ورق كده ناشف، ده طبخ ازاي ولا استخدم ازاي؟ الشوفان له طرق كتير جدا ممكن تعمله بيها. في ناس بتحط الشوفان ده على اللبن زي الكول فليكس العادي خالص، تبله نص ساعه ربع ساعه وتبدا تاكله بالمعلقه. والله لا، طعمه صعب شويه عليه. ممكن نحلل الكلام ده، هو معلقه عسل ابيض، ممكن مع فاكهه زي الموز او التفاح، ممكن مع معلقتين سكر، ورغم احنا بنحاول نبعد عن السكر ممكن تبدل ده بالعسل. بعيدا عن كده ممكن نطبخ الشوفان ازاي. هنجيب اللبن ونحطه على النار ونغليه مع الشوفان، هتلاقيه مسك في بعضه وعامل زي البليله، وكذلك ممكن تحط عليه قرفه، ممكن تحط عليه زي ما قلت لك معلقه عسل، او تقطع عليه فاكهه، توت، رمان، تفاح، موز، وتقدر تاكله برده بالمعلقه. الطريقه الثالثه ودي اللي انا بفضلها انا شخصيا هو الخلاط. بخلص بقى موضوع الشوفان ده خالص، بجيب اللبن وبحط عليه كميه شوفان بتاعتي وفي الخلاط واضرب، بتلاقي بقى عامل زي الشيك بالظبط، زي اللبن التقيل كده، وتقدر تشربه وتاخد فايدته او تستفيد جدا بيه على الصبح. في ناس تانية بتستخدمه في الخبز، في ناس تعمل بانكيك، في ناس تعمل في بسكوت، بس ده بيحتاج معاه بقى بيض وتسويه ظريفه جدا، وكل قيمته زي ما قلت لك بتبعد برده عن الدقيق وبتبعد عن المصادر اللي عاليه السعرات في الخبز زي العيش الابيض وي. دي كانت فكره بسيطه قوي عن الشوفان، قيمه الشوفان، فايدته. على فكره مهم جدا للناس اللي بتفكر تخس، مهم جدا للناس اللي بتفكر تزيد، بس كل اللعبه انت بتاخده قد ايه، بتاخده كم مره في اليوم، بتاخده امتى في اليوم. هنتكلم مع بعض تاني بعد الفاصل، شويه تمارين جديده النهارده. خدوا بالكم من نفسكم واشوفكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم يا جماعه بعد الفاصل. احنا النهارده هنمارس مع بعضينا شويه تمارين باستخدام اوزان هتفيدنا في منطقه الذراع والكتف. نبدا مع بعض. خلاص، هنجيب الدمبل، اي حد ممكن يقدر يشتري دمبل سهل قوي من البيت، اي محل جنبك. خلاص، هتستخدم عضلات الكتف، مهمه جدا للرجاله والستات. العضله الاماميه للكتف هتبدا واحد، تنزل بالراحه وتطلع، اثنين، ثلاثه، من الجنب عشان تشوف برده الليفل قد ايه، تقف 90، واحد، اتحكم في الوزن، مش الوزن اللي يسوقك، يعني ما تقعدش ما بنعومش خالص، لا كده ده الاداء الغلط للتمرين، لا انت بتثبت، واحد، اثنين، لحد 10. نفس التمرين تقدر تمارس العضله الجانبيه للكتف، نفس الكلام، واحد، اثنين، ثلاثه، لحد 10. من التمرين المهمه برضو للعضله الجانبيه للكتف هو الدفع الاعلى، تمام؟ بنبدا واحد، اثنين، ما بتطلعش لغايه الاخر، تنزل لغايه ودنك، ثلاثة، بتحس بكتفك بيشتغل، أربعة، خمسة، لحد 10. نفس التمرين ده هو ممكن يبقى العضلة الأمامية، نفس الفكرة برضو، 90، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، لحد 10. نقدر نعيد الأربع تمارين دول تاني مع بعضينا بسرعة يا جماعة عشان يبقى أنت قدرت تتحرك عضلات كتفك كلها واستفدت بالتمرين الصبح. مع بعض العضلة الأمامية تاني، واحد، اثنين، ثلاثة، لحد 10. الجانبية تاني، واحد، اثنين، ثلاثة، لحد 10. حرك كتفك التاني برضو، الاثنين يتمرنوا، انت متمرنش كتف واحد بس. هنكمل تمرين الجانبية بتاعت كتفنا، الدفع الجانبي ده، واحد، بتحس بالعضلة، اثنين، ثلاثة، لحد 10. وبعد كده الدفع الأمامي لإيدك، 90، واحد، اثنين، ثلاثة، لحد 10.
لو قدرت تعمل ثلاث مجموعات على كتفك اليمين وثلاث مجموعات على كتفك الشمال، انت كده قدرت صباحا تحرك كل عضلات كتفك. شهر اتنين هتلاقي زياده في قوتها، زياده التحمل عليها، صحتك تتحسن. التزموا بالدايت يا جماعه، نمارس الرياضه بتاعتنا دايما، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. اهلا بكم مشاهدينا، بنرحب بيكم وفي بدايه هذه الجوله الاخباريه ضمن برنامجنا هذا الصباح، وهنحاول ان احنا نتعرف على اخر الاخبار على الساحه المحليه والاقليميه، ونتابع كمان اخبار الطقس والمرور، ونشوف اول خبر معانا عن اعلان دار الافتاء المصريه ان النهارده هو اول شهر رجب العام الهجري 1438، وامبارح الثلاث كان اخر ايام شهر جمادى الاخيره. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه طيبة يا سحر، والمسلمين كلهم يا رب يهلوا علينا بالخير واليوم والبركات ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم بخير ان شاء الله. احنا بنؤهل يعني نفسيا ومعنويا لاستقبال شهر رمضان المبارك ان شاء الله. عادوا الله عليكم بالخير واليوم والبركات. قال مفتي الجمهوريه الدكتور شوقي علام ان اللجان الشرعيه بدار الافتاء استطلعت رؤيه هلال شهر رجب، وتحقق لديها شرعا بنتائج الرؤيه البصريه الشرعيه الصحيحه ثبوت هلال شهر رجب. ويتقدم مفتي الجمهوريه بهذه المناسبه بخالص التهنئه للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه، وللشعب المصري وجميع رؤساء الدول العربيه والاسلاميه، معربا عن امله فان يعيد الله على مصر هذه الايام بالخير والامن والسلام. معانا على التليفون الدكتور عبد العزيز النجار مدير اداره الدعوه بالازهر الشريف. صباح الخير دكتور عبد العزيز. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك طيب. بدايه شهر رجب النهارده، عايزين نعرف من حضرتك فضل شهر رجب، وخصوصا انه بدا العهد التنازلي لشهر رمضان ان شاء الله، يعني قيمه هذه الايام ومنزلتها عند ربنا، والمفروض المسلمين يعملوا ايه في هذه الايام. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نسال الله العلي القدير أن يجعل هذا الشهر والأشهر القادمة كلها أشهر خير على مصر وعلى الأمة الإسلامية وعلى العالم كله. أمين يا رب العالمين. بداية شهر رجب هو من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل عنها في سورة التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. خص الله الأشهر الحرام بتحريم الظلم فيها، مع أن الظلم حضرتك يعني محرم في كل وقت وطوال العام، لكن هذا لمزيد شرف هذه الأشهر الحرم. طبعا نحن نعلم أن شهر رجب هو من الأشهر الحروب التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. خلي بال حضرتك في كثير جدا من شبابنا ما بيقدروش ما بيعرفوش الأشهر الحرم لو سألتهم، إلا طبعا قليل. ولذلك لازم ينبغي وأن يعلم الجميع أن هذه الأشهر لم يخصها النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا بمزيد من الطاعة، ليست طاعة معينة، لأن ابن حجر رحمه الله يقول لم يرد في فضل شهر رجب أو في صيامه أي شيء معين أو في قيام مخصوص، ولكن هذه الأشهر ينبغي أن الإنسان يجتنب فيها المعاصي، يزيد فيها من الطاعة، يزيد فيها من العبادة، يتقرب فيها إلى الله عز وجل. ولذلك شهر رجب قالوا أنه سموه رجب لأن العرب يعني كان هذا الشهر معظم حتى في الجاهلية، كان هذا الشهر
معظم، لان كلمه اصلا رجب تاتي يعني ايه من الرجوب بمعنى التعظيم. ويكفي ان هذا الشهر كان فيه الاسراء والمعراج، وكان ايضا يعني هذا الشهر له اسماء كثيره مما يدل عن فضله قبل الاسلام وبعد الاسلام. هذا الشهر له اكثر من 13 يعني اسما، وهذا يدل على مزيد من التعظيم والتشريف. وكانوا يقال عنه انه مثلا شهر الاصب، لان الرحمه الالهيه تصب على عباده صبا في هذا الشهر. لا عايز اقوله ان احنا يعني ما يجيش حد يقول احنا هنصوم 27 بس او هنصوم كذا. الشهر كله مفضل، الشهر كله معظم، الشهر كله من الأشهر التي نسبها الله إلى نفسه، وهي الأشهر الحرم. وينبغي علينا أن نجتهد فيه من أوله إلى آخره. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي هلال رجب ندعو بالدعاء الذي علمنا. دكتور عبد العزيز، يمكن الناس يعني بتنتظر هذه الشهور على وجه التحديد الازدياد او النهل من الحسنات، يعني من طبيعه او ازاي بيتم تقييم واحتساب الحسنات سواء بالصلاه او بالصوم خلال هذه الاشهر على وجه التحديد؟ والله هو هناك اشهر من الاشهر الحرم ورد فيها نص مثلا زي ذو الحجه اللي هم العشر الاوائل، ورد في فضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام. أما باقي الشهور فالأعمال فيها أكيد مفضلة، لأن الله عز وجل ما كان ليخص هذه الأشهر بمزيد من الإجلال والتكريم والتشريف والتعظيم، وهناك أمر صريح فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأكبر ظلم للنفس في هذه الأشهر أن الإنسان يغمس نفسه في الشهوات والمعاصي والملاذ ويلهث خلف الدنيا ويترك علاقة الله جل في علاه. أكيد مع أن ليس هناك نصا صريحا أن الأعمال مضاعفة، لكن إذا تأملنا الآيات الكريمة والأحاديث التي وردت في هذا الشهر الكريم نستطيع أن نستنتج منها أن الأعمال في هذه الأشهر وخاصة شهر رجب الذي كان له مكانة كبيرة في الجاهلية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجب مضر، لأن قليلة مضر كانت تعظم هذا الشهر. يبقى ينبغي علينا أن يكون هناك مزيد من الطاعة، مزيد من القرب، مزيد من البعد عن المعاصي وملذ الدنيا. أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل سنة حضرتك بألف خير. دكتور عبد العزيز النجار مدير عام دعوة بالأزهر الشريف. طبعا السلع التموينية والشغل الشاغل وخاصة يعني مع اقتراب شهر رمضان يمكن تعد هي من أهم الشواغل للشارع المصري، وخاصة السلع الموجودة على البطاقات التموينية. الحقيقة قال وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي مصلحي إن هناك توجيه وزاري خاص بإتاحة السلع الأساسية على البطاقات التموينية، ده طبعا بناء على بعض الشكاوى من المواطنين عن نقص بعض السلع على بطاقات التموين، وأكد أنه هيبقى فيه أرصدة كافية من الزيت ومن السكر والرز. هيكون طبعا ده هيكون لدى الشركات أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة، هتكفي لاحتياجات كما صرح الوزير 71 مليون مواطن من المقيدين على البطاقات التموينية. كمان قال الدكتور علي مصلحي وزير التموين ان قيمة الدعم المقرر لكل فردة على البطاقة التموينية 21 جنيه. فيما يتعلق بأرز التموين قال انه هيتم توزيعه على بطاقات التموين اختياريا، وده طبعا لاختلاف رغبات المواطنين خاصة في الريف، لانه في عدد منهم بيحرص ان هو يخزن احتياجاته من الأرز طول السنة بعد انتهاء موسم الحصاد. وقال ان سعر الرز المقرر هو 6.5 جنيه موحد لمن يرغب في الحصول عليه من المستفيدين البطاقات التموينية او الجمهور دون التقيد بكميات معينة. كمان فيما يتعلق بآلية صرف نقاط الخبز على البطاقات التموينية قال انها منفصلة عن نظام الدعم السلع التموينية، وقال انه من حق اي مواطن انه يصرف بقيمتها ما يختاره من سلع دون التقيد بالمقررات التموينية المعينة.
من المهم جدا في ظل حرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين على البطاقات التموينية، كمان أن يبقى فيه رقابة على مش بس أسعار السلع، كمان سلامتها وجودتها الغذائية. ده مهم جدا لصحة المواطنين، صحة أطفالهم. يمكن بنسمع كتير سحر عن شكاوى وإشاعات عن في أغذية مثلا مضرة صحيا، فلازم يبقى فيه دايما منظومة لمراقبة جودة السلع وضمان جودتها بشكل دائم. كمان الأسعار، لأن احنا الفترة اللي فاتت لقينا السلع الواحدة من مكان لمكان بتختلف، حتى في نفس المكان أو في نفس المنطقة، فلازم طبعا يكون في رقابة على الأسعار ورقابة على الجودة، طبعا ده للحفاظ على صحة المواطن المصري. أبواب مغلقة في أوقات الذروة لجمعيات استهلاكية، ما خفي كان أعظم وراءها. الرز الحمي طبعا بيستخدم في الحواوشي، أبو 2 جنيه ب 3 جنيه في الشوارع. كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة يعيد المجمع الاستهلاكي تجميدها مرة أخرى لبيعها في منتجات الحواوشي والسجق، علاوة على دواجن مجمدة غير صالحة، وهو الأمر الذي تصدت له حملة الرقابة الإدارية وأمرت بإعدام المنتجات في الحال. اللحوم المبردة تاخد صلاحية 4 أيام فقط لا غير، لا يجوز تجميدها ولا يجوز إزالتها وإزالتها مرة تانية. وكنا بننبه على الراجل صاحب المجمع انه يلتزم بالحصص المقررة، يعني ما ياخدش اكتر من طاقته عشان اللحوم ما تقعدش عنده فترات اطول وده يتعرض للفساد. دي كانت احدى الملاحظ. الملاحظة التانية الدواجن المجمدة بتاخد صلاحية 12 شهر، المفروض تفضل بحالتها مجمدة، ما ينفعش نسيحها ونرجع نجمدها تاني. خطورة الموقف دعت الحملة للترجل على قدميها والدخول إلى أغلب المحال التموينية والتجارية في منطقة دار السلام، لتجد الحملة بعدها العديد من الملاحظات كوضع الرنجة خارج الثلاجات قبل شم النسيم، بالإضافة إلى تكييس وتعليب المنتجات دون وضع السعر أو الكمية، مع الاحتفاظ بمنتجات أساسية منتهية الصلاحية واستخدام عروض المنتجات والهدايا في بيعها منفردة. العدس هو معبيه في عبوات نص كيلو، المفروض هو يدون عليه الاسم والوزن والمنشا البضاعه، هو مش عامل، هو واخدها من الشوال وحاططها عريضه وما عندوش قائمه اسعار. اسعار هنا عامله ايه يا حاج؟ اسعار كويسه؟ ايوه بتدينا السكر بالتمويل ب10. مفارقات كثيره في حي دار السلام دفعت الحمله دفعا للاطمئنان على الوضع العام من المواطنين انفسهم. احنا بنقعد نتكلم مع مواطنين، بنحل مشاكلهم واحنا واقفين اللي بنقدر نحله يعني. عيار من الرقابه الاداريه يصيب ويدهش ويفتح باب الامل في رقابه حقيقيه بعيدا عن رهان الضمائر الخاسر. لا تكتفي حملات الرقابه الاداريه بوضع حد امن لتعامل المواطنين مع السلع الغذائيه، وانما تتصدى لحيل وجشع التجار المتلاعبين على اوتار الاحتياج تحت بنود كثيره. المعده المصريه تهدم الزلط وعلى قدر اموالهم، وما اكثرها من كلمات مبهمه ذاق بسببها المواطن الامرين. من حي دار السلام، احمد بكير للتلفزيون المصري. المهم جدا ان الدوله تعمل على توسيع خططها بشان استخدامات الطاقه المتجدده، وشفنا يمكن العالم المتقدم كله دلوقتي بيحاول ان هو يولد الطاقه من مصادر نظيفه، مصادر متجدده، مصادر غير تقليديه زي الرياح والطاقه الشمسيه وغيره. في مصر هنا الحقيقه في جهود دؤوبه للدوله، وكمان بيواكبها جهود من قطاع الاستثمار لجذب المستثمرين في هذه المنطقه، خاصه ما يتعلق بتوليد الطاقه. وزيره الاستثمار والتعاون الدولي الدكتوره سحر مصر شهدت مؤخرا توقيع اتفاق تمويل مشروع محطه الرياح في منطقه خليج السويس بين وزاره الكهرباء وبنك الاستثمار الاوروبي بقيمه 115 مليون يورو. طب الاضافه طبعا لمحطات الطاقه او الخلايا الشمسيه اللي اتعملت في اكثر من منطقه، من منطقه العاصمه الاداريه الجديده يا احمد، فيها طبعا طاقه شمسيه او نظام بيعمل بالخلايا الشمسيه، بالاضافه طبعا للاناره في بعض الشوارع. محطه الضبع كمان ده مشروع طبعا. الوزير قال ان مشروع استخدام الطاقه الجديده والمتجدده ده جزء لا يتجزا من الاستراتيجيه الوطنيه للدوله لتوفير الطاقه، وهتحقق 20% من اجمالي الطاقه المنتجه بحلول عام 2020. للتوسع في توليد الطاقة المتجددة وتحقيق حصة 20% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2020، شهدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر مصر توقيع اتفاق تمويل ومشروع محطة الرياح بخليج السويس بين وزارة الكهرباء وبنك الاستثمار الأوروبي.
اتفاقية تمويلية بحوالي 115 مليون يورو من اجمالي التكلفة بتاعة المشروع اللي هي حوالي 345 مليون يورو، لإضافة حوالي 250 ميجا وات من طاقة الرياح على الشبكة بإذن الله، ودي متوقع بإذن الله في نهاية 2019 تكون في التشغيل التجاري. دي من ضمن الخطط اللي موجودة في وزارة الكهرباء لزيادة القدرات اللي موجودة على الشبكة من الطاقات المتجددة. المشروع يهدف للمساهمة في تأمين إمدادات الكهرباء في مصر من حيث زيادة القدرة المركبة والمساهمة في التخفيف من آثار تغيير المناخ، وذلك من خلال تطوير طاقة الرياح. بنك الاستثمار الأوروبي من خلال هذا المشروع يعمل على تنفيذ المشروعات التي تخدم أولويات مصر لهذه الفترة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. اتفاقية اليوم جاءت تأكيدا على رغبتنا في تطوير العلاقات مع مصر على كافة المستويات، وخاصة المستوى الاقتصادي والاستثماري، والذي سيتم من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي تخدم أولويات مصر خلال الفترة الراهنة. نحن نقدم تمويلا بقيمة 115 مليون يورو لإنشاء هذه المحطة التي ستولد كهرباء عن طريق استغلال طاقة الرياح. يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي يمول عدد من المشروعات الكبرى التي تخدم قطاع البيئة والمياه والصرف الصحي. توجه جديد لإنشاء مجتمعات استثمارية واعدة في شتى المحافظات تتطلب توفير الكهرباء اللازمة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الدولية والمحلية. من داخل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بسمة الشاعر، النيل. كمان زي ما من المهم مراقبة جودة السلع وتطوير المنتجات المقدمة للمواطنين، كمان الدواء الحقيقة في ظل طبعا استخداماته والاحتياجات الكثيرة ليه في مصر، يجب دايما يبقى فيه مؤتمرات لتقييم الدواء المقدم للمواطنين، محاولة الوصول إلى مستوى أفضل من تصنيع دواء في مصر. يمكن ده اللي بحثه مؤتمر استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول اللي انطلق مؤخرا. طبعا لانه كانت ازمه الادويه احمد الفتره اللي فاتت كان في نقص في عدد كبير جدا من الادويه، طبعا بتحاول الدوله مواجهه هذا التحدي بشيء كبير جدا من خلال التعرف على الافكار الجديده والاستثمارات في هذا المجال، والحكومه حريصه على توفير مناخ مناسب ومنافس ايضا بين القطاعات الصناعيه في هذا المجال على وجه التحديد، طبعا ده بهدف توصيل او توجيه خدمه افضل للمواطن المصري. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والمستثمرين في مجال الدواء، انطلقت بالقاهرة فعاليات مؤتمر استراتيجية صناعة الدواء بين الواقع والمأمول. الرئيس السيسي قال ان الدواء مهم جدا ولازم يوجد لكل الناس، لازم نصنعه محليا، ولازم نكسر احتكار الشركات العالمية، لازم نطور صناعة الدواء، لازم نصنع المادة الفعالة في الدواء. اللي بيحصل في مصر لغاية النهاردة هو تركيب. يعني ايه تركيب؟ بيجيب المادة اللي هي الغالية او المادة الفعالة ونحط عليها شوية حاجات تانية، مواد مية، الكحول بتاع مش فاهم ايه، ونعبيها في ازازة. حتى للأسف العلبة بتيجي مستوردة من بره والازازة. وزير الصحة والسكان أكد خلال المؤتمر الصحفي أنه تم اتخاذ عدة ضوابط وإجراءات لمواجهة أزمة الدواء في مصر والعمل على تشجيع صناعة الأدوية بما ينعكس على توفيرها بأسعار مناسبة للمريض المصري. عملنا قرارات كثيرة جدا، القرارات دي مرتبطة بملفات دوائية، ملفات الدوائية إن هي بتقول الآتي، إن الأدوية العالمية اللي واخدة FDA اللي هي اعتماد الفود اند دراج اللي هي منظمة الامريكية، الاعتماد الامريكي، الادوية اللي واخدة اعتماد اوروبي، الادوية اللي واخدة اعتماد من منظمة الصحة العالمية، هذه الادوية كانت بتمر في طريق طويل من التسجيل، ديت خليناها بتقعد شهر واحد، وطلعنا الاليات ان هي شهر واحد ويتم تسجيلها داخل مصر، كده تشجيعا لادوية وتشجيعا لاستثمارات جاية من بره. دي اول خطوة عملناها. احنا عايزين نكون ان شاء الله في الفترة القادمة مصدرين، وبالفعل احنا في اللجان المشتركة اللي بتترأسها وزارة التعاون الدولي احنا بنتفاوض مع الدول المختلفة سواء الدول العربية او الدول الاجنبية ان احنا يكون في تصدير اكبر لهذه الادوية، عشان كده لما ان شاء الله استثمارات تضخ اكتر ويبقى فيه هذا القطاع الصناعي مهم هنقدر ان احنا ان شاء الله نكون مصدرين.
يعد هذا الملتقى بمثابة نقطة البداية لإقامة صناعة دواء حقيقية في مصر عن طريق الوقوف على المشكلات التي تواجه هذه الصناعة المهمة وتطوير المصانع الوطنية وتشجيع المستثمرين للنهوض بصناعة الدواء. من مقر انعقاد المؤتمر، أمل صبري، النيل. طيب علشان نتعرف على اخبار الطقس وخاصه في ظل التوقعات ببدايه ارتفاع درجات الحراره، معنا الاستاذه امال حنفي رئيس الاداره المركزيه للتحليل والتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. استاذه امال صباح الخير. اهلا صباح الخير استاذ صحه والاستاذ احمد والاستاذ المشاهدين. احنا بحاسين بقى انه درجات الحراره بدات شويه بالارتفاع بالنهار امبارح والنهارده على وجه التحديد، الفتره اللي جايه هيكون الجو عامل ازاي ودرجات الحراره هتكون قد ايه والناس بقى تبدا تصيف ولا لسه؟ بالفعل زي ما حضرتك بتقولي، خرائط الطقس النهارده وصور الأقمار الصناعية بتشير إلى ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، يعني إن شاء الله هنقول من بكرة إنها تعاود للانخفاض مرة أخرى. والنهارده نقدر نقول إن هو طقس مائل للحرارة على كافة الأنحاء بالنهار وهيكون بارد أثناء الليل، أما بالنسبة للرياح فهي معتدلة وبتنشط على شمال البلاد، بتكون مثيرة للرمال والأتربة وبتكون على الأماكن المكشوفة مع ظهور بعض السحب المنخفضه والمتوسطه ايضا على البلاد. طيب استاذ امل، حضرتك قلت انه ارتفاع مؤقت، ليه؟ هل يعني بعد فتره هترجع تاني درجات الحراره تنخفض؟ لان المفروض ان احنا يعني في بدايه فصل الربيع ودرجات الحراره تستقر. النهارده احنا بنتوقع على سبيل المثال القاهره تسجل 30، بكره تعاود الانخفاض وهتبقى 27، برضو على السواحل الشماليه النهارده نقول 25، بكره هتسجل 20. فاحنا من بكره هنشعر تاني بان درجات الحراره تميل للانخفاض، الانخفاض ده بيشمل حتى شمال الصعيد. يعني الناس تبدا تخفف اللبس ولا لسه شويه؟ لا احنا بنقول تخفف، يعني دي مشكله الحقيقه، ده مشكله كل اسره، يعني الناس كلها الولاد الصغيرين عايزين يخففوا ويصيفوا واحنا مش عارفين بصراحه هنعمل ايه في الموضوع ده. هو بيبقى نوع من انواع التغيير، زي الملابس الثقيله فبيبقى نوع من انواع التغيير يعني، لكن احنا بنقول ان احنا نخفف اثناء النهار علشان بتكون اشعه الشمس كمان بتدفي الارض ازيد من اللازم، ولكن بالليل بيرجع ويكون في شيء من البروده في الطقس. اللي ما بيخرجش ممكن يخفف وما بيبقاش فيها اي مشاكل، لكن اللي ظروفه بتحكم بانه يكون خارج المنزل اثناء الليل فده لازم يعمل حسابه بان يكون معاه جاكيت يلبسه علشان الطقس في الليل بيكون بارد فما يسببش اي مشاكل صحيه. يعني نقدر نقول ان الفتره دي الصبح نخفف بالنهار وبالليل نتقل. بالظبط، لانها فتره انتقاليه الى ان يستقر الطقس ان شاء الله كده نقول على يوم 10 في الشهر القادم باذن الله يكون الطقس استقر تماما ويبقى الدرجات نقدر نقول انها ثبتت، مفيش انخفاض وارتفاع مره اخرى يعني. طيب هل هنشوف الفتره اللي جايه مثلا في رياح محمله بالاتربه، على اساس ان احنا برضو في بدايه شهر 4 بيبقى دايما في فتره كده بيبقى فيها رياح خماسين والجو فيه تراب يعني؟ بالفعل النهارده في رمال مصارعه على شمال البلاد بجهه الغرب، وبكره في نشاط برضو اخر هيكون غرب وشرق البلاد، لان هي دي الفتره اللي هي فتره الخماسين، فاحنا بنتوقعها من يوم لاخر. نقدر نقول ان هي النهارده وبكره على السواحل الشماليه شرق وغرب، لكن باقي الانحاء لسه ما وصلتلهاش او مش هتوصلها لان الخرائط ما بتشيرش الى ذلك. تمام. طيب نعرف من حضرتك بيان بدرجات الحراره مثلا يعني النهارده وعلى مدى الاسبوع القادم. ان شاء الله النهارده متوقع على السواحل الشماليه الغربيه 25-13، اما السواحل الشماليه الشرقيه رفح والعريش وشمال سيناء 27-12، الوجه البحري والقاهره 30-16، اما جنوب سيناء والغردقه 29-16، شمال الصعيد الفيوم والمنيا وحتى اسيوط 31-12، جنوب البلاد الاقصر واسوان وحلايب وشلاتين وشرم 34-16. نتوقع بكره ان شاء الله زي ما حضرتك بتطلب ان السواحل الشماليه النهارده تسجل 25، بكره 20، الوجه البحري والقاهره 30، بكره 27، شمال الصعيد النهارده بنتوقع له 31، بكره يسجل 29، ويوم الجمعه في انخفاض اخر على كافه الانحاء برضه. شكرا الاستاذه امال حنفي رئيس الاداره المركزيه للتنبؤات والتحليلات الجويه بهيئه الارصاد الجويه.
بنروح لمسرح السلام، وخاصة بعد افتتاحه وزير الثقافة قام بافتتاحه مسرح السلام طبعا بمنطقة قصر العيني بعد إعادة ترميم، واحنا عارفين انه كان مغلق لمدة عام بسبب بعض الإجراءات الترميمية الخاصة به من الحماية المدنية. الوزير شهد العرض المسرحي قواعد العشق بحضور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان أشرف طلبة مدير المسرح الحديث. طبعا مسرح السلام في شارع القصر العيني ما بين مسارح الدولة اللي بتتبع البيت الفني للمسرح، بعد سنة من الإغلاق علشان الترنيمات بيفتتح أبوابه مجددا للجمهور. ويمكن مسارح الدولة في مصر الحقيقة حوالي 13 مسرح في القاهرة والإسكندرية. العرض المسرحي قواعد العشق 40 ده مأخوذ من رواية الكاتبة أليف شفاق، وشارك في الكتابة ياسمين إمام وخيري الفخراني. ايضا في منظومه الترميم، ترميم الاثار المصريه، احنا بنشوف جهد يعني يمكن متواصل من وزاره الاثار في هذا الاطار على وجه التحديد. علشان كده افتتحت وزاره الاثار اكبر معمل ترميم اثار مؤقت في موقع حفائر البعثه المصريه اليابانيه العامله بمركب خوفو الثانيه، ده في منطقه الاهرامات بالجيزه. طبعا المشروع ده بيضم اكبر معمل ترميم بيقام داخل موقع اعمال الحفائر، وبدا العمل على تاسيسه من منتصف شهر يناير الماضي حتى منتصف شهر مارس الحالي. المعمل بيبلغ طوله 45 متر ومجهز باحدث المعدات والوسائل عاليه التقنيه من الميكروسكوبات الحديثه اللي بتستخدم في تعريف الاخشاب واجهزه لقياس المحتوى المائي للاخشاب، مجموعه متكامله من الموازين والافران، بالاضافه الى احدث وسائل الترميم من وحدات للتحكم في درجات الحراره ودرجات الرطوبه، وحدات اضاءه من خلايا الطاقه الشمسيه. كمان في مشاركة من الجانب الياباني، ومدير البعثة اليابانية قال ان اليابان تكفلت بتجهيز المعمل بصورة فنية تكنولوجية عالية بتضمن قيامه بمهام ترميم القطع الخشبية الطويلة وكبيرة الحجم من اخشاب مركب خوفو الثانية المستخرجة من موقع الحفائر. دايما الترويج للسياحة في مصر، السياحة العلاجية مهمة جدا، بعض السياح بيأتوا إلى مصر خصيصا للذهاب لواحد سيوة، احنا عارفين إن الطبيعة هناك يعني طبيعة جميلة جدا، ودرجة الحرارة بتساعد كمان على علاج بعض الأمراض زي الروماتويد مثلا. الرمال الموجودة في واحد سيوة، في ناس بتيجي تعمل حمام رمال، طبعا لو في مشاكل في المفاصل أو العظام أو الأمراض الصدرية أو غيرها، بالإضافة طبعا احنا عارفين إن واحد سيوة مشهورة بالزيتون وزيت الزيتون اللي بيدخل فيه علاج عدد كبير جدا من الأمراض، بالإضافة طبعا لعدد من المحميات الطبيعية والرحلات في الصحراء اللي بيقوم بها السائحين. الحقيقة إن واحة سيوة يعني يمكن استغلالها كمكان للسياحة العلاجية والبيئية، ويمكن ده رافد مهم جدا من روافد السياحة في العالم كله، وابتدت في دول بتعتمد عليه بشكل أساسي في الحصول على عائدات من السياحة. كمان المنطقة دي فيها سبل لتنمية سياحة السفاري، وفي دلوقتي خطة للعمل على إنشاء متحف قومي لعرض مستلزمات إنتاج زيت الزيتون من واحة سيوة، وكمان إدخال أنماط جديدة في السياحة في هذه الواحة زي مثلا مشاهدة هجرة الطيور، سياحة الجمال، السياحة البطيئة سواء عن طريق المشي أو ركوب لسفينة الصحراء اللي هي الجمل. المؤتمر ده بيشهد حضور الدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس جامعة اسكندرية لشؤون فرع مطروح، كمان الدكتورة دلال عبد الهادي عميد كلية الإدارة الفندقية، والعديد من السائحين الفرنسيين والمتطوعين لتسويق واحة سيوة في منطقة البروفات وجرنوبل بفرنسا. طيب خلونا نتوقف مع متابعة لأحوال المرور، الناس اللي رايحة النهاردة شغلها، الناس اللي رايحة الجامعة أو المدارس أو غيره. معانا على التليفون العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام والعلاقات بإدارة نور القاهرة، أهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، يوم طيب على حضراتكم والسادة المشاهدين جميعا. النهاردة أخبار حالة المرور والطرق في المحاور الرئيسية إيه؟
هو احنا يوم الاربعاء من الايام اللي فيها كثافه مرتفعه من الايام ما ضرب الاطفال بقى فيها كثافه مرتفعه، لكن حتى الان لا زالت محاور القاهره تعمل بشكل جيد. اه في كثافه لكن كثافه غير مرتفعه او كثافه كبيره، لكن هنستعرض مع حضراتكم اهم الاماكن اللي بدات بيكون فيها كثافه على مستوى القاهره. هنقول كوبري 15 مايل قادم من مناطق الجيزه ده بيشهد كثافه مرتفعه بسبب طبعا منزل الزمالك نتيجه تجمع المدارس الموجود في منطقه الزمالك، ده مؤثر بالسلب على جسم الكوبري القادم من مناطق الجيزه. عشان كده النصيحه اليوميه اللي احنا بنقولها من خلال حضراتكم للقادم من مناطق الجيزه في جهه القاهره، تجنب كوبري 15 مايو وكوبري عباس في اوقات الذروه او اوقات الكثافه، ويفضل كوبري اكتوبر وكوبري الجلاء او كوبري الجامعه اتجاه مناطق القاهره. ايضا عندنا كوبري عندنا كوبري شمال طه، لازلنا بنجدد من خلال حضراتكم حظر سير النقل على طوال اليوم نتيجه الكسر الفاصل المتواجد على جسم كوبري شمال طه، والسيارات اللي بيتم العبور الكوبري من منطقه كورنيش المعادي لمنطقه الاوتوستراد ما يتمش تجاوز السرعه عن سرعه 30 حتى ما يتمش اتساع بالنسبه للفاصل المفصول ده، ما يكونش فيه خطوره على السيارات اللي بيتم عبور الكوبري اتجاه منطقه الاوتوستراد. لازلنا لازال ايضا هذا الحظر متواجد بالنسبه لسيارات النقل الحين الاصباح بالنسبه للكوبري او الحين النجمه المشكله لما هتقرر ايه اللي هيتم بالنسبه للفاصل دوت او ايه اللي هيتم بالنسبه للاصلاح. عندنا الشريان الاهم والاكبر على مستوى القاهره وهو كوبري اكتوبر، لازال يعمل بشكل جيد حتى الان، وان كانت بعض الاقطاع في السير في المنطقه في المنتصف اللي هي متواجده من بعد اعلى الوصله المعلقه وحتى اعلى ميدان رمسيس، لكن الحمد لله بدون اعطال وبدون مصابات كوبري اكتوبر يعمل بشكل جيد حتى الان. عندنا محور صلاح سالم يعمل بشكل جيد باستثناء المنطقه في المنتصف المتواجده من اسفل كوبري الفنجري وحتى مدخل نفق المرغني غير المتجه لمناطق المطار، اما القادم من مناطق المطار هتبدا الكثافه من منزل كوبري الطيران وحتى منطقه القوات الجويه، ما بعد ذلك محور صلاح سالم يعمل بشكل جيد. سياده العقيد الاماكن اللي كانت مغلقه زي الكورنيش عند اغا خان عشان الكوبري، هل تم فتح الطريق ولا لا؟ ولو ما كانش تم فتحه هل بيتم او في ايه اقرب الطرق البديله اللي واخد طريق الكورنيش؟ لا هو الكورنيش حاليا يعمل بشكل جيد، هي التحويله المتواجده ما بعد مستشفى معهد ناصر هي بيتم الدخول الانحراف يمينها ثم العوده مره اخرى اتجاه مطلع شبرا العلوي، هي تحويله ما تتعداش ال 500 متر اتجاه مطلع شبرا العلوي، لكن في لافتات محطوطه كتير، لكن الطريق ما شغال مفتوح مش مغلق بالنسبه للمنطقه ديت، منطقه الاعمال الخاصه بانشاء معهد الفرج كده. لكن ليها تاثير طبعا على محور الكورنيش القادم من مناطق الاليوفيه اتجاه القاهره، في كثافه في المنطقه ديت، ايضا منطقه شارع دولتيان ومنطقه ميدان الخلفاوي ايضا تشهد كثافه بسبب هذه الاعمال، وايضا بالنسبه لمنطقه شارع شبرا، لكن احنا في فتره الكثافه ولكن في كثافه متوسطه على كافه محاور القاهره. عندنا محور الثوره يحمل كثافه مرتفعه للقادم من مناطق القاهره الجديده ومناطق التجمع ومناطق طريق السويس بصفه عامه، ده بيحمل كثافه مرتفعه، عشان كده يفضل محور المشير ومحور الان ايه للقادم من هذه المناطق اتجاه مناطق مدينه نصر او مناطق وسط المدينه. نفق الازهر يعمل بشكل جيد وهو بديل جيد لكوبري اكتوبر في فترات الذروه او فترات الكثافه سواء في القادم او المتجه لمناطق وسط المدينه. ما بقي محور صلاح سالم يعمل بشكل جيد جدا حتى مناطق سيده عائشه، ايضا منطقه الاستراد يعمل بشكل جيد باستثناء منطقه مطلع الدائري من مسافه سائر قريش هي اللي بتحمل بعض الكثافه اتجاه مناطق الدائري. طيب سياده العقيد، في تقارير على المواقع الخاصه بمتابعه احوال المرور بتقول انه في تكدس مروري في الطريق الزراعي باتجاه نفق السلام، وكمان في طريق الواحات باتجاه نزله الصحراوي. هو لسه لحضرتك انا كنت بستعلم من الاداره العامه للمرور، دي تبع الاداره العامه للمرور مش تبع للقاهره، اللي كان فعلا في حد ايضا من احد القنوات الفضائيه كان كلمنا بخصوص هذا، فاحنا بنتكلم نتواصل مع الاداره العامه للمرور هنشوف ايه السبب ان في شكاوى كتير فعلا جت من المنطقتين دول، هيتم الاستعلام وان شاء الله هتواصل مع حضراتكم ونقول ايه السبب اللي كان متواجد او من خلال البيانات اللي احنا بنبعثها لحضراتكم. تمام، شكرا يا فندم. شكرا سياده العقيد عماد حماد مدير اداره الاعلام والعلاقات بمرور القاهرة. كمان زي ما كنا بنقول الطاقة الجديدة والمتجددة وحرص على استخدام الطاقة الشمسية المرة دي في السيارات، يعني تحريك او تسيير السيارات بالطاقة الشمسية. فريق مشترك بين جامعة حلوان وجامعة هولندية اشتركوا في سباق السيارات تعمل بالطاقة الشمسية في الغردقة. طبعا تعريف يعني حاول رئيس الجامعة انه يعرف الطلاب بهذه السيارة بشكل كبير، فكان في فريق او عدد كبير من طلاب الجامعة حرصوا على الحضور، كمان التقاط الصور التذكارية بجانب السيارة، و
والجامعة عملت على تسيير إجراءات الطلاب الخاصة بالتصاريح والانتقالات والضيافة بفندق الجامعة بالحرم الجامعي، وتذليل أي صعوبات تواجه الفريق للتعرف على يمكن يعني هذه التجربة اللي المفروض أنها فعلا تعمم خلال المرحلة القادمة بسبب أزمة الطاقة. الدكتور جمال شكري نائب رئيس جامعة حلوان استقبل الفريق وقدم لهم التهنئة بالفوز في المسابقة الدولية للسيارات الشمسية بالغردقة وحصولهم على المركز الأول في جائزة أكبر عدد من اللفات وأطول مسافة وأفضل تنظيم والتزام بمحطات التوقف والتعاون والتفاهم بين أفراد الفريق، وكمان جائزة أفضل سيارة في الفحص الفني، وقال إن هم فخر لجامعة حلوان. كمان السفير الهولندي بالقاهرة استقبل طلاب الفريق المشترك بمقر السفارة الهولندية بالقاهرة، وحضر هذا اللقاء معظم رؤساء الشركات الهولندية في مصر لتعريفهم بطلاب الفريق ومساندتهم وتدريبهم، وقال إنه في استضافة للطلاب الهولنديين في جامعة حلوان لمساعدتهم وتعريفهم بدولة مصر. الفريق بيتكون من 18 طالب، منهم 9 من هولندا و9 من طلاب الهندسة بالمطرية جامعة حلوان. وبما اننا بنتكلم عن تشجيع الطلاب في الجامعات وده اتجاه الحقيقة كويس جدا، كمان في البرنامج الختامي لمشروع مدارس العلم القوة اللي بتنفذه عدد من الشركات والجامعات الخيرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبيشترك فيه عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. كان الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم شاهد فعاليات هذا البرنامج مؤخرا. يعني يهدف هذا البرنامج لتوصيل رسالة بأن العلم هو القوة الأساسية وسلاح أي مجتمع، هو أساس طبعا تقدم المجتمعات. على هامش هذا البرنامج محافظ الفيوم تفقد مدرسة الصيفية الابتدائية، هي إحدى المدارس اللي بينفذ بها هذا المشروع، بالإضافة طبعا لوجود عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية ومعرض خاص بالأنشطة الطلابية وعدد من الاستعراضات الفنية وكرة الأطفال وغيرها من الأنشطة التي تقدمت بها هذه المدرسة لحضور المحافظ. مهم جدا فعلا زي ما استعرضنا في اخبارنا اللي فاتت انه نخرج من الاطار التعليمي الضيق اللي هو عبارة عن فصل 4 حيطان وسبورة ومدرس وكتاب، ان احنا كمان نتوسع في تنمية قدرات الطلاب زي ما شفنا كده في مسابقة الدرجات في جامعة حلوان الشمسية، كمان في البرنامج الختامي للأنشطة المهارية مدارس علم القوة، كمان في دلوقتي عملية توعية لطلاب وطالبات الجامعات ودفعهم وتشجيعهم لحضور العروض المسرحية في دار الأوبرا المصرية ومختلف مسارح القاهرة والإسكندرية ودمنهور، ده اللي بتعمله وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية من خلال توزيع تذاكر مجانية على طلاب الجامعات. طبعا بتحاول خلق شخصية متكاملة من الطلاب طبعا بالعقل كمان بالروح، يعني الموسيقى الأوبرا أو الكلاسيك بتؤدي إلى حالة يعني روحية عالية جدا بتساعد كمان على بناء شخصية سوية. الطلاب هيتمكنوا من حضور حفلات الموسيقى العربية، الباليه، الحفلات الموسيقية والغنائية، العروض المسرحية وإحياء التراث الثقافي، كمان بالإضافة الندوات الثقافية، إنشاد ديني وغيرها من الحفلات اللي بتتبناها دار الأوبرا المصرية. طبعا هذه الأنشطة والبرامج بتنفذها وزارة الشباب والرياضة في مجال التمكين الثقافي للناشئ والشباب وخاصة طلبة الجامعات، ومحاولة طبعا أن تكون كل هذه العروض بتذاكر مجانية للطلاب للحرص على تشجيع هذه الروح يعني الموسيقية والثقافية وتشجيع الطلاب على حضور هذه العروض بشكل متواصل. نروح لأسوان ونرجع بالذاكرة لمؤتمر الشباب في أسوان اللي عقد من فترة وكان في شكوى من أحد المواطنين، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود، بأنه في تلوث أو اختلاط بمياه الصرف الصحي بمياه الشرب في مصرف كيما اللي هو طبعا مصنع كيما للكيماويات، وبالتالي كان في صرف هذا المصنع بيختلط بمية الشرب. يمكن الرئيس لما سمع هذه الشكوى راح بنفسه وشاف المنطقة على أرض الواقع، وجهود المسؤولين بتتواصل الحقيقة لحل هذا الموضوع. مؤخرا اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان عمل جولة ميدانية مفاجئة لتفقد ومتابعة أعمال التطهير اللي بتجرى في مصرف السيل من بداية المصرف منطقة عزب كيما وحتى منطقة الزيباب بمطلع الصداقة الجديدة بطول 4 كيلومتر. طبعا حرص الدولة على صحة المواطنين، لأن الفطورة
كبيرة جدا، وانتشار عدد من الأمراض يعني إذا اختلط ميسر في الصحي بالمياه الطبيعية. الحقيقة أنه كمان اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان تفقد بنفسه أعمال تركيب الطلمبات الجديدة، كان في عدد كمان من القيادات التنفيذية بالمحافظة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعمل بالفعل وتفادي هذه المشكلة يعني يمكن بشكل نهائي. تعالوا نرجع بالذاكره ونشوف يمكن احنا من حوالي 10 سنين كان ازاي بنهتم بالساعه، ان احنا كل حد فينا يبقى معاه ساعه عشان يعرف الوقت. لما نشوف الافلام القديمه وتطور الساعات نشوف ازاي هم كانوا مهتمين بالساعات فعلا، وكان يمكن الساعه الشهيره اللي هي ليها سلسله اللي كان بتتفتح ويبص فيها من غير ساعه اليد اللي تطورت بعد كده، وساعات الحيطه طبعا اللي كانت بتدق على طول. دايما الساعه يمكن بتبقى مقياس لتطور الزمن في هذا التوقيت. دلوقتي ما بقاش في حاجه للساعات بعد طبعا الموبايلات وبعد التكنولوجيا الحديثه، بقى العصر الرقمي كله ما بقيناش محتاجين للساعه التقليديه. لكن يعني مع احترامي لوجهه نظرك، لكن الساعات حتى الكلاسيكيه القديمه بتدي روح تراث بتدي قيمه، يعني يمكن بتبقى موجوده تحفه يعني في المحلات القديمه، محلات او المطاعم القديمه في وسط البلد وفي خان الخليلي في الاماكن دي بتلاقي هذه الساعات زي تحف الحقيقه فنيه، يمكن يعني كمان تخرج في جزء من التراث او الاثار. طبعا انا بتفق معاكي في النقطه دي، هي فعلا بتدي هذه الروح، لكن ما بقاش في حد يحتاج ان هو يبص فيها. يعني هي ديكور او منظر بس يعني روحيه وتراثيه. خلينا نشوف في شارع خان الخليلي الشاهد على بقاء هذا التراث حتى يومنا الحالي. حلية الملوك والساسة وكبار رجال الدولة قديما يتعثر أصحابها اليوم في ظل تراجع الإقبال على منتجهم. في شوارع خان الخليلي العتيقة بالقاهرة القديمة يسعى صناع الساعات القديمة على إبقاء دقاتها تعمل على الرغم من قلة الطلب على منتجهم مع تطور صناعة الساعات وصولا إلى العصر الرقمي. على شوارع خان الخليل العتيقة يتوافد الزوار الراغبون في البحث عن قطع الساعات الأثرية التي تحمل عبق التاريخ بعيدا عن منتج العصر الرقمي. لما حد بيشوف الساعة القديمة ولسه شغالة فبتعجبه، بيفتكر الذكريات بتاعت والده وجده، فبيحب ان هو يقتنيها عشان يورثها لابنه وابن ابنه. خالد حسين صانع ساعات ويدير احد متاجر الساعات الصغيره في خان الخليلي، عبر عن شغفه بدقه صناعه الساعات وطرق اصلاحها منذ صغره، مما دفعه لتعلم هذه المهاره حيث تخصص في اصلاح الساعات القديمه فقط. لكن الساعه القديمه زي ما حضرتك شايف كلها تروس، وكل تس ليه عدد معين من السنان وليه تخانه وليه علو، فالمكنه القديمه جميله في صوتها وجميله في مشيها، ولو قعدت 100 سنه ما يجرى لهاش حاجه. وبالقرب من متجر خالد يقع متجر اخر يمثل بقايا العصر الذهبي لصناعه الساعات، اسسه بلغاري ممن عاشوا في مصر القرن الماضي عام 1907، وممن ساهموا في ادخال صناعه واصلاح الساعات الى مصر خلال هذه الحقبه، ويديره حاليا احد صناع الساعات المصريين. المحل ده انشئ سنه 1907، انشأه الخواجه سلمون انهيات، ده خواجه بلغاري جه في مصر واخذ صناعه الساعات وصيانه الساعات في مصر. وطبعا مع شهرته بدا يعني سياسه الشعب المصري يتوجه عليه. وتبقى هذه المتاجر الاثريه شاهدا على عصر تالق هذه الصناعه الدقيقه والاهتمام بها في مصر. يمكن قبل ما نختم اخبارنا نحب نقول نبذه سريعه عن موضه 2017. احنا عارفين الموضه السنه دي يمكن انتشرت بشكل كبير في الحقائب والاحذيه والبلوزات والجيبات، الورود، يعني الورود بشكل كبير جدا انتشرت موضه 2017، حتى انه بعض الممثلات ونجمات هوليوود ظهروا في بعض الاماكن بمرتديين البلوزات والجيبات المليئه بالورود المختلفه والوان متداخله يعني بشكل كبير، اصفر احمر اورنج او اي الوان ورود لكن متداخله مع بعضها.
يمكن ده علشان قدوم فصل الربيع يعني. بتاكيد انت كمان لابسه ورود اهو. مع الموضه بقى. ده عشان الموضه ولا عشان فصل الربيع بقى والاحجار؟ عشان الربيع وعشان موضه 2017. تمام. عموما في موقع مجال الكتروني بيقول انه الورود في موضه السنه دي بتتنوع ما بين اللون الوردي والاحمر والاخضر والاصفر برسومات عديده جدا، منها الورود الكبيره او المتداخله الالوان او حتى الورود السيمبل الرقيقه ذات الالوان البسيطه الهادئه. يعني اللي عايز ينزل بقى يشتري خلاص يختار كله عليه ورد. بتدي بهجه ازاي يعني، بتحسسك انك فعلا في الربيع. هو الورد حلو في كل حاجه على فكره يعني. شكل الورده معظم الالوان قطمه شويه، فالناس ما بتخرج من فصل الشتاء بتبقى عايزه تلبس فواتح بقى ورود تغيير اصفر واحمر. اه تمام. طيب يمكن دي كانت اولى فقراتنا في هذا الصباح، واستعرضنا المجموعه من الاخبار. نتمنى نكون وفينا يعني بعدد كبير جدا من الاخبار والمعلومات في هذه الفقره، لكن طبعا احنا لسه مستمرين معاكم لحد 10 ان شاء الله. هنروح نشوف الموجز لاخر واهم الانباء مع زميلنا نجلاء الجعفري، وبعد الموجز هتبدا حواراتنا ان شاء الله. خليكم معانا.